السلام عليكم يا الخوة. اليوم راح ندير فيديو صافي كلكو جور هكذا قصات مع جيلو شويه لا بروميير فوا في سكايب. سيتي تري اغريابل قصتنا هكذا ان بو دو تو معرفه هكذا معرفه خير. البارح دار فيديو هو على ايغو شاميس. كان واحد مسكين طلع علم جزائري ولا ماشي جزائري، واش قالو؟ قالو ما نطقش بالشهادة. هذا كيفاش تو لي رون اوماج؟ قصرنا انا وجيلو البارح ولا ماني شافي صافي 3 جو هكذاك. قلتلو انا راني هنا على جال حنا وني جينيراسيون راحت خلاص نوتر في ماشي بارير نو مي تلعبت لنا حنا بين استقلال وماشي استقلال، فهمتني؟ فرحنا به بزاف استقلال. هذا كنا جان صغار زاير على بالنا خلاص حطرطق الدنيا يا صاحبي. ومن بعد شفنا الهبطة يا صاحبي في لي زاني 80 والهبطة الهبطة 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 حتى من خرج لنا واحد القوم هذا عليها نحي علينا ما فهمش منين جانا كاع. يقول شافيز كيسكي لو رولي مع لالجيري الشعب الجزائري. ولا هاد الجان هذا الصغير كان يشوف تلفزيون كي كنا صغار، كانوا يجوزوا لنا الفيلم تاع الحارق اللي كتبوا الديب. واحد لاسان هكذايا تاع الحارق كاين واحد هذاك سوكارجي ديدي باراشو يمشي هكذا والدراري يلعبوا معاه هكذا ديدي باراشو يجبدوا فيه وطاح مسكين مكركد كاع في الطريق واسمو رويش دوال كان يلعب بالرول تاع ديدي باراشو. يقول له فيف لي بيكو يا فيف لي زانديجان. حنا كنا صغار كنا نعاودوهم والله ما نعرفوش معناتها فيف لي بيكو يا فيف لي زانديجان يا. كي كبرنا بدينا نقرا قرينا بلي فرنسا دارت علينا قانون بلي حنايا لي زانديجان، والقانون هذاك على كل حال اللي يعرفو قانون يحطك انت كانك ماشي انسان اللي بون سيتوايان. وبعدك مع الوقت وتشوف بلي القانون هذاك ماشي فرنسا اللي خلقاتو. القانون هذاك هو الاستعمار، بلي حنا الشعوب هادو تاع البلدان هادو ما تاع لو سود شغل حيوانات هكذا راهم قاعدين في ارض شغل لي جيراف النواقرا ولا لي بوبوطام ولا تو سا سا في بارتي دو بيزاج تري اكزوتيك. اما لا شافيز اي سي de faire en sorte que le tiers monde ait une voix. والحمد لله واش دار شافيز اني واش عجبتني في شافيز انه ما جعلش للسوسياليزم اون افير دو اتييزم ولا ريليجيون. ساعد بوكو في تيار مود دو سوسياليزم اللي كي جاز من الروس ومن الشين ودخل ليه للفكر هذا تاع الاتييزم ضرو بزاف. وهاد لي بي امبرياليست الروس وامريكا والشين وكدا سي دي بي امبرياليست ما كانش كان قادر ينجح فيهم السوسياليزم باسكو هما سي دي بي امبرياليست. هما عايشين على كولونيزي دوتر بيبل
نشوفوا كالكوز ايماج سي اون اوماج ل هوغو شافيز. هادي ماشي لي زال تير موندياليست هادوك الغوش كافيار هاديك. Il y a des peuples qui vont disparaître. Hein. D'ici un siècle, il y a des peuples qui vont disparaître. L'Occident, ce n'est pas de sa faute, mais il n'est pas responsable à la Koulihal. Mais c'est qu'il y a eu un accident des peuples maïchines dans une autre période de leur. Où Tlaqaou Maïchouroub, il a fouillé des roues, Baborat, Tiyarat, بومب اتوميك مع الشعوب اللي راهي هذا وين بدات تميتريزي النار يعني هذا وين بدات تعلم تصيد سيتي ماكسيدون والدنيا هادي علمتنا حاجة القوي ياكل الضعيف شوف لي التيران تاع الامريك لاتين كاع تشيكيتا والدول تخدم وتعيش وتاكل وتشرب وتداوي عند الدول جي شركة من الماريكان تشري الارض دي ميلي دي ميلي دي ميلي دكتار ودير بلانتي اون سول كولتور في السوق كلاك الكلب ما تخلصش سيت ان اوماج ا هوغو شافيز. J'espère que le pays va continuer dans sa révolution tranquille, tranquille. L'Américain aïe, il bire l'oligarchie vénézuélienne comme une démocratie, ça n'a pas marché. Chab le Vénézuélé, faire. Aïe, il tombe l'oblique au dita, au dita, ça n'a pas marché. Alors je pense que l'Américain m'a traversé le chab. يكون شعب حي ما تقبلوش وتسلم للواقع يعني سيتين لوسون اللي علموها الناس حاب الفنزويلا. السلام عليكم يا جماعة وتهلا في رحمة.